السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة. نستضيف لكم في أروقة الصحافة المحلية والإلكترونية وأيضا الصحافة العربية وأبرز ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أهم مقالات الرأي والتحليل. البداية من العناوين، من عناوين المواقع الإلكترونية اليمنية، ونفتتح بموقع المصدر أونلاين. المصدر أونلاين: تزامنا مع إعلانات وقف إطلاق النار، غريفيث يصل صنعاء، هيج يشكك في إعلان الحوثيين الإفراج عن أسرى من الجانب الحكومي. الحوثيون يستبدلون 211 تربويا ويخضعون الإدارة التعليمية بالكامل لتصرفهم. الحكومة تدين طرد الحوثيين مسؤولا أمميا بعد دقائق من وصوله مطار صنعاء. مسؤولون يمنيون يقولون إن السلطات المصرية قدمت تسهيلات لدخول اليمنيين المقيمين في الدول الخليجية والغربية. ملبس: وكالة عالمية تكشف عن منافذ تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين عن طريق دولة خليجية. عقب تحركات وصفت بالمريبة، محافظ سقطرى رمزي محروس يعود إلى أرخبيل وسط استقبال شعبي حاشد. مشترك المهرة يدعو إلى تفعيل هيئاته المحلية والنائب المحافظة عن الصراعات. الغارديان: تنظيم القاعدة حليف استراتيجي للمجلس الانتقالي الجنوبي تحت مسمى دائرة سرية. المشاط يعتمد ميزانية مخفية لحوثة صعدة حصريا للاستيطان في العاصمة صنعاء وضواحيها. الصحونت: الجبير، السعودية لم ولن تتحدث عن اليمن مع إيران، فاليمن شأن اليمنيين. انتشار مخيف للكلاب الضالة، جديد الفوضى في عدن. أمنية شبوة توجه بالتعامل بحز مع كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار المحافظة. إفراج مع سرير الموت، الشنفي وقصة عامين من العذاب والتعذيب في سجون الحوثيين. منع إدخال المساعدات ومهاجمة الجيش، تصعيد الحوثي بالحديدة تزامنا مع زيارة غريفيث. مشترك المهرة يدعو إلى تحسين الوضع الأمني والخدمي والنائب المحافظة عن الصراعات. ميليشيا الحوثي تفصل 211 موظفا من ديوان عام وزارة التربية بصنعاء. مستقبل اقتصاد مألوف في جلسة نقاش لإعلان الاقتصادي والوفة التجارية. قيادي في إصلاح وادي حضرموت، ما جرى في المحافظة خلال الأيام الماضية سلوك حضاري رائع. المبعوث الأممي يصل صنعاء بهدف إحياء المشاورات. العاصمة أونلاين: حملة نهب حوثية واسعة تستهدف محال تجارية وبقالات بصنعاء. ضمن تجريفها للتعليم، ميليشيا الحوثي تستبدل 211 موظفا في وزارة التربية من أنصارها. أكد التواصل الاختطافات رابطة حقوقية: الحوثيون يفاوضون لمبادلة مختطفين مدنيين بأسرى حرب. جمعية الإصلاح تثمن الموقف المشرف لأعضائها الرافضين لممارسات الحوثيين غير القانونية. متحدث التحالف: الحوثيون أطلقوا مسرحية مضللة لا تستحق الرد. سبتمبر نت: اللواء الرابع مشاه جبلي، يد تقاتل الميليشيا الانقلابية ويد تصون مكاسب الثورة. متحدث التحالف: ميليشيا الحوثي تكبدت 881 قتيلا خلال الشهر الجاري، وادعاءاتها لا تمت للحقيقة بالصلة. قوات الجيش تحبط محاولات تسلل الحوثية جنوب الحديدة. يمن منتور: الجبير، السعودية لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني. العفو الدولية تطالب الحوثيين بالكشف عن مصير المخفيين في سجونهم. خبير اقتصادي: استعادة مجد البن اليمني يحتاج إلى أفكار عملية تدفع المواطن لزراعته من جديد. الحكومة اليمنية تمنح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم 20 مليون ريال. الحكومة اليمنية تعتبر منع الحوثيين إيصال المساعدات لمنطقة غرب البلاد عملا إرهابيا. أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا يحيون ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر. محافظ سقطرى يعود إلى الجزيرة وسط توتر مع الإمارات. الرئيس اليمني جدد الالتزام بالمرجعيات الثلاث لتحقيق السلام في البلاد. وكالة سبا: الحكومة تدين طرد ميليشيا الحوثي لممثل المفوضية السامية في اليمن. فتح يدعو الأمم المتحدة للضغط على ميليشيا الحوثي لإدخال المساعدات لمدينة دريتني. تكريم مهندس يمني في المغرب اخترع جهاز ذكي للكشف عن تسرب الغاز. الإصلاح نت: منظمة حقوقية تدحض مزاعم الحوثيين إطلاق سراح أسرى مختطفين. الجراد يعلق على الحملات التحريضية ضد إعلاميين وسياسيين. ميليشيا الحوثي تطرد مسؤولا أمميا فضح انتهاكاتها ضد النساء المختطفات. الرئيس هادي يجدد الالتزام بالمرجعيات الثلاث ويحذر من الخطر الإيراني. قيادي في إصلاح وادي حضرموت: احتجاجات الأيام الماضية سلوك حضاري رائع. ميليشيا الحوثي تعتمد 1.8 مليار ريال شهريا لتوطين أتباعها في صنعاء. إلى الصحافة العربية، والبداية من صحيفة عكاظ السعودية. عكاظ السعودية: طرد مسؤول أممي وغريفيث في صنعاء لإحياء المشاورات. مخطط حوثي لتدمير التعليم اليمني. واس: البرلمان العربي يثمن دعم المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.
الشرق الأوسط. الجبيل: السعودية لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني. اتهامات للميليشيات الحوثية بتغيير ديمغرافي في صنعاء. جريفة في صنعاء لإنعاش اتفاق ستوكهولم. الحوثيون يمنعون مسؤولا أمميا رفيعا من دخول العاصمة المختطفة. وكالة الأناضول: الحوثيون يرفضون دخول مسؤول أممي إلى صنعاء. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من التقرير الذي كتبه معهد ستراتفور الأمريكي المختص بالشأن الاستخباراتي والذي مقره في تكساس، حيث كتب عن 50 يوما من سيطرة ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات على مدينة عدن، وانتهازية الإمارات ودعمها للتمرد المسلح في جنوب اليمن. منذ عام 2017 كانت مدينة عدن جنوب اليمن موقعا لعدة مصادمات كبرى بين حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي، لكن المعركة الأخيرة بين الشركاء المتحالفين اسميا في المعركة ضد متمرد الحوثيين المتحالفين مع إيران قد تركت المدينة لأول مرة إلى حد كبير تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم كبير وضخم من دولة الإمارات التي أسست المجلس وميليشياته التي قامت بعملية إسقاط العاصمة عدن في أغسطس آب. بعد دعم مستمر منذ سنوات اقتصادي وسياسي وعسكري، أصبح لدى المجلس الانتقالي الجنوبي القدرة على بناء مؤسسات الظل الموازية للحكومة الشرعية في عدن التي تقرب المجلس من هدفه بانفصال جنوب اليمن وتحويله إلى دولة خاصة به تخضع للإمارات كما يرى محللون يمنيون، لكن الوصول إلى ذلك يعني استهلاك موارد مواجهة الحوثيين وإثارة غضب الجنوبيين الآخرين ويسبب رد فعل عنيف لرفضهم سيطرة الانتقالي الجنوبي مطاردة حلم الانفصال. سيطرة الانتقالي الجنوبي على عدن عقب مقتل منير اليافعي بصاروخ حوثي مطلع أغسطس آب، مضيفا بدلا من الانتقام من الحوثيين ألقى المجلس الانتقالي باللوم على إدارة هادي مدعيا أن حزب الإصلاح شارك في الهجوم. بدأ الانتقالي الجنوبي بحملة ضد حكومة هادي حيث شن حلفائهم الإماراتيون غارات على الجيش اليمني في 29 أغسطس، وبعد أن استقر الغبار احتفظ الانتقالي الجنوبي بالسيطرة على عدن تاركا إدارة هادي دون تأثير في المدينة التي تمثل عاصمة البلاد المؤقتة. سيطرة الانتقال الجنوبي على مدينة عدن ليست ميزة كبيرة، إذ يواجه المجلس مجموعة كبيرة من الحوادث في طريق طويل لتحقيق تطلعاته بانفصال جنوب اليمن. من ناحية لا تزال الدبلوماسية الدولية حول اليمن تتركز إلى حد كبير على الصراع بين هادي والحوثي، فلم يظهر الداعمون الرئيسيون للتحالف المناهض للحوثيين أي الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية أي علامات على تغيير هذا التركيز، لأنهم يرون أن جنوب اليمن والانتقال الجنوبي يلعبان في النهاية دورا صغيرا في ظل حكومة يمنية موحدة. في الواقع في منطقة مليئة بالفعل بالنزاعات الحدودية لا يزال احتمال حدوث انفصال في اليمن عملية صعبة من وجهة نظر عالمية. الانتقالي لا يمثل جميع شرائح المناطق الجنوبية الواسعة من الفصائل والقبائل والمواطنين، وعلى الرغم من السيطرة على عدن بالقوة فإن لدى المجلس الانتقالي خلافات أيديولوجية وسياسية في المحافظات الجنوبية مثل حضرموت والمهرة، كما أن عيدروس الزبيدي يمتلك منافسين آخرين. لا يزال الإماراتيون والسعوديون متحالفون على ما يبدو في القتال ضد الحوثيين لاستعادة سلطة هادي المدعومة من الأمم المتحدة على البلاد، لكن أبو ظبي تعمل أيضا على تحديث استراتيجيتها الإقليمية بحيث تشمل التركيز بدرجة أقل على تهديد الحوثي في اليمن والمزيد على تعزيز مكاسبها من خلال وكلاء مثل الانتقالي الجنوبي. هذا التحول يضر بالرياض بشكل كبير، فبينما تستمر السعودية في الضغط على الحوثيين على نطاق واسع قرر الإماراتيون على ما يبدو من جانب واحد تقليد هذا الجهد لصالح الحفاظ على نفوذهم في جنوب اليمن وخاصة في مدن الموانئ الرئيسية مثل عدن. إن التحول جنوب اليمن يشكل مخاطر أمنية كبيرة ويدفع إلى استفادة الحوثيين المتمركزين في الشمال مع ارتفاع حدة العنف بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، فمع تركيز الحكومة اليمنية والسعودية جزئيا على تخفيف حدة التحدي الذي يشكله المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن ستتاح موارد أقل لوقف هجمات الحوثيين تاركة للجماعة المسلحة قادرة على مهاجمة التحالف. لكن الحوثيين ليسوا وحدهم الذين يستفيدون، فإضافة إلى ذلك سيستفيد تنظيماء القاعدة والدولة، ووسط لزفة المزيد من الاشتباكات الداخلية هناك فرصة لإغراء بعض اليمنيين بخيبة أمل ما يضطرهم للانضمام للتنظيمات الإرهابية. إفراج على سرير الموت. الناشط وابن مديرية كشر بمحافظة حج عبد الله الشنفي وقصة عامين من التعذيب الوحشي حتى فقد كل شيء.
لم يعد بمقدور عبد الله الشنفي الحركة أو الإشارة أو الكلام، عينه فقط هما من يعبران عن قصة مأساوية وجريمة وحشية ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحقه. لا يرقد عبد الله الشنفي على سرير المرض في مستشفى الهيئة بمأرب كما يرقد بقية المرضى بجواره، إنما ألقي جثة هامدة لم يعد للحياة فيها نصيب إلا ما يحرك عينيه ويغمضهما فقط. قد تعرض الشنفي لصنوف من التعذيب في سجونهما خلال عامين لتلقي به جثة تتلقفه زوجته الغارقة في أحزانها وجراحها وبكائها المر بجواره تجلس زوجته التي بدا عليها أثر الإنهاك والغم والفاقة أيضا. لم تقوى على التحدث إلينا عن حالة زوجها، سارعت الجلوس على كرسي كان بجوارها ثم أطرقت برأسها طويلا نحو الأرض، فذراعيها النحيلين يقومان بمهمة جديدة في تحريك زوجها وإطعامه وسقيه وغسله وتزيل عنه الأذى أيضا. تعمل كل ما بوسعها لكنها لا تعرف مما يتألم ومما يعاني وماذا يريد. لم يتمكن عبد الله من إكمال دراسته الجامعية في كلية إدارة الأعمال جامعة حجة، ومع تدهور الأوضاع المعيشية بعد الانقلاب الحوثي في 2014 حاول السفر برفقة أسرته إلى مأرب بحثا عن عمل يسد به رمق أطفاله وزوجته. السفر إلى مأرب في نوفمبر 2017 نزل عبد الله أحمد الشنفي عامل في أحد الفنادق بمدينة دمار برفقة زوجته وأطفاله الخمسة، ثلاث بنات وولدين، لكنه تفاجأ بمسلحين حوثيين يقتحمون الفندق واقتادوه إلى جهة مجهولة. يقول شقيقه سعدون للصحوانيت إن المسلحين حاولوا اختطاف زوجة أخيه أيضا من الفندق قبل أن يتمكن أقاربها من معرفة الحادثة وإعادتها وأطفالها إلى مديرية كشر محافظة حجة. عمان من الاختطاف والإخفاء القسري في سجون ميليشيا الحوثي في دمار وحجة وصنعاء تعرض فيها الشاب عبد الله الشنفي 40 عاما إلى صنوف من التعذيب الجسدي والنفسي نتج عن تلك الممارسات الوحشية إصابة الشنفي بشلل كامل، فلم يعد يقوى على الحركة والكلام باستثناء عينيه ولم يعد بمقدوره النطق أو الإشارة. قبل 3 أيام وتحديدا في 28 من سبتمبر الماضي تحديدا وصل عبد الله إلى مأرب مع آخرين في صف التبادل بين الحكومة الشرعية وبين الميليشيات. في مستشفى الهيئة أجريت له الفحوصات والأشعة ليتحول إلى حديث الجميع في المدينة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لهول الجريمة الوحشية التي تعرض لها في سجون الميليشيات. يحلق عبد الله بنظراته بشيء من الذهول والريبة في وجوه الحاضرين وكل من يقترب منه أو يتحدث إلى من بجواره. يبدو أن آثار النفسية للتعذيب لا زالت حاضرة في ذاكرته وإن كل من يقترب منه سيأخذه للتحقيق والتعذيب. إلى الصحافة الجديدة والبداية من الفيسبوك، حيث كتب الباحث عبد السلام محمد منشورا على صفحته في الفيسبوك يتحدث ويجيب على سبب دعم الإمارات لميليشيا المجلس الانتقالي ودعم إيران لميليشيا الحوثي المتمردة، وما هي المخاطر التي تشكلها هاتين الجماعتين الميليشاويتين على اليمن والسعودي على حد سواء. محليا، صعدت الحركة المسلحة في اليمن بدلا عن التيارات السياسية، فشمالا استفادت الحركة الحوثية من المؤتمر الشعبي العام لتكون البديل في السيطرة، وجنوبا استفاد الانتقالي من الحراك الجنوبي ليصعد على ركام مطالبه. الإمارات تتحكم في الانتقالي وإيران تتحكم في الحوثي، فماذا لو تفاجأنا أن إيران مخترقة للانتقالي أكثر وأن أجندة الانتقالي تتصادم مع أجندة السعودية؟ أما مدى اختراق التحالف الحوثي فهو صفر إن لم يكن بالسالب، وكل جهود تشكيك الحوثي فشلت لأن إيران اعتمدت على قوة ثورية صلبة، فبعد انهيار منظومة صالح والمؤتمر لم تتغير قوة الانقلاب في صنعاء، وبعد استقطاب التحالف في بعض أطراف كيان الهاشمية الإمامية الذي رعى ومول ودعم الحوثيين وسلم الدولة والمؤتمر لهم لم تتغير المعادلة. إقليميا، كان الصراع بين السعودية وإيران، فأدخلت الرياض أبو ظبي لتكون القسمة على 3 في حال فشلت الحرب في إخضاع الحوثيين لصالح السعودية، وتستعد إيران لإدخال عمان لتكون القسمة على 4، وتكون مناصفة بين إيران والسعودية 2-2. هذا ظاهريا، لكن ماذا لو إيران متمكنة من اختراق القرار الإماراتي في اليمن خاصة بعد عمليات التهديد التي نالت من موانئها ومن ناقلات النفط فيها؟ عمليا على الأرض ليس من بين أهداف الإمارات هزيمة الحوثيين في جبال صنعاء وصعدة، فهي تعرف أن ذلك يكلفها كثيرا، لكنها تعتقد أن أهدافها الثلاثة لابد من تحقيقها: السيطرة على الموانئ والتحكم بممرات التجارة وتصدير النفط والغاز، ضرب حزب الإصلاح وحركات شباب الربيع العربي السياسية في إطار الحرب، والاستفادة من برنامج مكافحة الإرهاب الذي أرادت من خلاله أن تكون قائدة هذا الملف في الشرق الأوسط، بقاء الحوثي في خاصرة السعودية تمهيدا لإضعاف المملكة وتفكيكها، ما يعني أن إيران كسب من معادلة الحرب إقليميا.
دولياً أمريكا وبريطانيا منخرطتان في الحرب ظاهرياً مع السعودية ضد إيران، لكن عملياً لن تقبل واشنطن ولندن هزيمة الحوثي وعينهما على إلف السعودية في المنطقة. ومؤخراً ضربت أرامكو عملاق الإنتاج النفطي في العالم، ولم تتحرك الدول العظمى قيد أنملة ضد إيران أو الحوثي. خارج الحلبة تنتظر الصين وروسيا بفارغ الصبر نتائج اللعبة في اليمن وعينهما على إرث الجزيرة العربية والمنطقة بأكملها، ولا يمكن أن تنخرط بكين وموسكو في أي حرب ضد إيران. إذن المعادلة دولية لازالت مختلة، لكنها ليست لصالح السعودية على الإطلاق. ومن مؤشرات الوضع محليا وإقليميا ودوليا نجد أن الحوثي في اليمن الأكثر استفادة حاليا وخلال المرحلة القادمة، ما لم ينشأ تحالف جديد يعتمد على متغيرات مختلفة تماما، بحيث يكون التحالف محليا مع كيانات سياسية واجتماعية وعسكرية قوية على الأرض، وإقليميا يكون التحالف مع قوة عسكرية تعيد التوازن مع إيران، ودوليا مع مختلف الأقطاب تحت سقف استعادة الجمهورية اليمنية. أما لو استمر الوضع الحالي فالحرب تمتد من اليمن إلى العمق السعودي، ولا يمكن إعادة تركيب الزجاج المنكسر بسهولة في حال الانتظار حتى ينكسر. معن دماج تساءل في منشور له على صفحته في الفيسبوك عن سبب اختفاء بعض السياسيين والمثقفين اليمنيين والذين وصفهم بالثرثارين في وقت اليمن بحاجة إليهم. يختفي السياسيون والمثقفون اليمنيون اليوم عندما يحتاج الناس لسماع أصواتهم، وفي خضم الثورة والحرب يختفون بالغمغمة عن السلام والدولة المدنية. أثبتت الأحداث عجزهم التام عن الفهم، والثورة الحقيقية فاجأت الذين ظلوا يثرثرون عن الثورة نصف قرن، وبدلا عن الاعتماد على الشعب كما كانوا يتحدثون لعشرات السنين لجأوا إلى السفارات الغربية والمنظمات الدولية لنفذان الحل. وزير الشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية الوزير عادل الجبير كتب عدة تغريدات على صفحته الرسمية في تويتر عن موقف المملكة العربية السعودية من إيران ودعمها للتمرد والإرهاب في المنطقة. ما ذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني هو أمر غير دقيق. ما حدث هو أن دولا شقيقة سعت للتهدئة وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة، كما أبلغناهم بأن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة، ونقلنا لهم موقفنا تجاه النظام الإيراني الذي نعلنه دائما وبشكل واضح في كل المحافل وآخرها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. موقف المملكة أعيده هنا لعلهم يسمعون: أوقفوا دعمكم للإرهاب وسياسات الفوضى والتدمير والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية وتطوير أسلحة الدمار الشامل وبرنامج الصواريخ البالستية، تصرفوا كدولة طبيعية وليس كدولة مرقة راعية للإرهاب. وبشأن ما أشار إليه متحدث النظام الإيراني عن التهدئة في اليمن، فإن المملكة لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني، فاليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم، وسبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع الاستقرار والمعطل للجهود السياسية فيه. آخر ما يريده نظام المارق في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن، فهو الذي يزود أتباعه بالأسلحة والصواريخ التي تستهدف أبناء اليمن وأمن المملكة ودول المنطقة كجزء من نهج هذا النظام التوسعي الساعي لفرض سيطرته على الدول العربية عبر الميليشيات التابعة له. إن كان النظام الإيراني يريد السلام والتهدئة في اليمن، فلماذا لم يقدم عبر تاريخه أي مساعدات تنموية أو إنسانية للشعب اليمني الشقيق بدلا من الدمار الذي تجلبه الأسلحة والصواريخ البالستية؟ الصحفي عبد الملك شمسان كتب عن من فقدوا بوصلة الفهم والوعي عن معركة اليمنيين ضد الانقلاب الحوثي والتمرد المسلح. يهاجم الرئيس والشرعية، الجيش الوطني عنده إرهابي يجب أن يباد، الإصلاح الذي هو أكبر مكونات الشرعية يجب في نظره أن يحارب. يصرح أن انقلاب الحوثي يجب أن يبقى بقوته العسكرية إذ يؤكد أن معركتهم ضده قد انتهت، ثم لا يتردد أن يقول: هدفنا توحيد جبهة الشرعية ضد الحوثيين. وعن معركة اليمنيين الوجودية ضد العصابة الحوثية كتب عبد الباسط الشاجع: جماعة الحوثي تحاول الهروب نحو تصوير معركتها وأزمتها مع السعودية فقط، وكأنها لم تنفذ انقلابا على الدولة وتستولي على مؤسساتها وتشرد ملايين اليمنيين وتنهب مرتباتهم وتسومهم سوء العذاب وتجلب التدخلات الخارجية والخراب لهذا البلد. معركتنا الوجودية مع هذه العصابة.
الإعلامي مختار الرحبي ندد باعتقال السلطات المحلية في حضرموت الصحفي والناشط صفوان المنيفي وطالب بسرعة إطلاق سراحه. ما يزال الناشط والزميل الصحفي صفوان المنيفي معتقل لدى الجهات الأمنية في حضرموت بتهم كيدية، نطالب السلطات المحلية التدخل العاجل والإفراج عنه. الصحافة ليست جريمة. لماذا يجب على اليمنيين أن يصوبوا أهدافهم نحو استعادة الدولة ودحر الميليشيا الحوثية؟ الدكتور محمد غيزان وكيل وزارة الإعلام كتب تغريدة في هذا الصدد. معركتنا واحدة وأهدافنا واضحة، فمن يريد جرنا لتفرعات جانبية يتكسب منها بعض الفتات فلا تعيروه أي اهتمام وسيرخص سوقه. ركزوا جهودكم ووحدوا طاقاتكم وسددوا سهامكم نحو من انقلب على دولتكم واحتل مؤسساتها ونهب مقدراتها وجعل اليمنيين مشردين في أصقاع الأرض، وثقوا بالنص فإنهم أضعف مما يزعمون. وزير الإعلام معمر الإرياني استنكر وشد وندد بشدة طرد ميليشيا الحوثية للمفوض السامي للشؤون حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من مطار صنعاء. ندين ونستنكر بشدة إقدام الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على طرد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبيد المسؤول الدولي عن ملف حقوق الإنسان في اليمن وسحب تصريح سفره وإجبار طائرته على الإقلاع عقب دقائق من هبوطها في مطار صنعاء الدولي. الإجراء الذي اتخذته الميليشيا بحق المسؤول الأممي جاء على خلفية تقرير سلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في معتقلات الحوثي، وهو ما يؤكد مضي ميليشيا الحوثي في تحدي المجتمع الدولي واستمرار جرائمها الوحشية بحق المدنيين داخل وخارج مناطق سيطرتها. طلب الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعلان الحقائق والرأي العام الدولي حول هذا التصرف الأرعن وعدم التغطية على جرائم الميليشيا الحوثية وعدم الرضوخ لممارساتها القمعية التي لم يسلم منها حتى مسؤول الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان. الصحفي خالد العلواني كتب تغريدة عن سراب السلام والذي يطارده المبعوث الأممي مارتن جريفيث. المبعوث الأممي مارتن غريفيث يصل إلى صنعاء لملاحقة سراب السلام الحوثي الموعود، أما الشعب اليمني فيدرك أن الحوثية في بنيتها وارتباطاتها جماعة عنف لا تؤمن بالسلام وليس لديها أي استعداد لدفع فاتورة استحقاقاته، وسوف تستمر في القتال ما دام السلاح من إيران والدم من رأس القبيلة. الصحفي عبد الله دوبلة كتب تغريدة عن زمن التفاهة حسب وصفه. في زمن التفاهة ستجد الأمم المتحدة تحتفي بإطلاق مواطنين عاديين اختطفوا من بيوتهم ومن الطرقات من قبل عصابة مجرمة. الصحفي والمصور سليمان النواب كتب تغريدتين على حسابه في تويتر عن هزائم الميليشيا الحوثية المتتالية وعن أسرى الحوثية في معركة بيحان. منذ بداية حرب التحرير من ميدي إلى الجوف ومأرب ونهم والبيضاء لم تستطيع ميليشيات الحوثي من استعادة ولو شبر واحد من المناطق التي حصرتها طوال الخمس سنوات الماضية. أسرى الجيش الوطني لدى ميليشيا الحوثي يتجاوز 100 مقاتل في جميع الجبهات وأغلبهم خرجوا في صفقات تبادل. في بيحان وفي 3 أيام تم أسر 500 حوثي عقائدي من أصحاب صعدة أغلبهم شاركوا في الحروب السابقة، وعندما تم أسرهم لم يتطرق إعلام الحوثي لهم مطلقا ولم يخرج ناشطيه وصحفيه على الإعلام ووسائل التواصل ليقولوا لدينا 500 أسير عند الجيش الوطني ويبدأون بالصراخ والعويل كما يفعل ناشطونا. المحامي محمد المسوري كتب تغريدة على حسابه في تويتر عن الأشقاء الذين يستميتون في الدفاع عن وحدة أوطانهم والذين أيضا يشاركون في حملة تمزيق بلدنا اليمن. بعض الأشقاء يستميتون للدفاع عن وحدة أراضيهم ويستميتون لتجزئة وتقسيم اليمن، وعندما نستميت في الدفاع عن اليمن ووحدته وأمنه واستقراره يستميتون في مهاجمتنا واتهامنا بالعمالة والارتزاق، وللأسف الشديد وجدوا لهم من بيننا عملاء ومرتزقة فعلا يستميتون معهم في دعم تقسيم وتجزئة اليمن. صالح القطيبي كتب تغريدة عن الذين يتخذون اليمن ساحة لتصفيات حسابات
على حساب الشعب اليمني ومعركته ضد الانقلاب والتمرد والإرهاب الحوثي. اليمن ليست ساحة لتصفية الحسابات المبنية على وهم. عدونا الوحيد هي الميليشيات الحوثية الانقلابية، من أوصلت اليمن إلى ما هو عليه اليوم، والحسم العسكري معها هو الحل الوحيد لاستئصاله وإزالة الورم الخبيث من الجسد اليمني واستعادة هويته، ولهذا ضحى خيرة رجالنا بأرواحهم ونحن سائرون على دربهم. الصحفي عبد الغني الماوري كتب عن المعضلة الحوثية الأساسية في تغريدة له على حسابه في تويتر: الحديث عن علاقة الحوثي بإيران على إنها أم المشاكل خطأ فادح. المشكلة الأساسية هي الحوثي نفسه، أفكاره، سلاحه، رؤيته للدولة، نظرته للمواطنين وحرياتهم والقيم الديمقراطية. الحوثي مشكلة قبل أن تتحول إيران لدولة شيعية. الباحث والكاتب عادل دشيلة كتب تغريدة عن استغلال بعض الأشقاء العرب في تصفية حساباتهم مع السعودية على حساب القضية اليمنية ومعركتهم ضد الانقلاب الحوثي. يستغل بعض الأشقاء العرب قضيتنا لتصفية حساباتهم مع السعودية، ويصفون الحركة الحوثية المتمردة بأنها حركة يمنية خالصة. تناسى هؤلاء أن الحركة الحوثية قتلت عشرات الآلاف من اليمنيين ودمرت المساجد ودور التحفيظ والمدارس وانتهكت الحرمات وسجنت الأبرياء وزرعت الألغام ونهبت كل مؤسسات الدولة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج حديث الصحافة لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله.